يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هناك من يطعن في الإمام القرطبي رحمه الله ويحذر من قراءة تفسيره، فما رأي فضيلتكم في مثل هذا القول؟ اسألوا وش الأسباب، وش الأسباب اللي حذرني من تفسير القرطبي، اذكر لي الأسباب أنا أو أعرضها على غيره، إذا ما جاب أسباب فهو كذاب. نعم.